تظاهروا قبل ذلك في المنطقة الشرقية. فمن أجل هذه الأسباب الثلاثة فشلت المحاولة للتظاهر. طيب أريد يعني إيضاح منك على نقطة ذكرتها، خربطة أو عدم تنسيق بين مختلف القوى الداعية للتظاهر. هل هنالك اختلاف في المطالب؟ هناك اختلاف، ولكن المشكلة أن في مجتمع كالمجتمع السعودي تنعدم وجود المؤسسات المدنية أو الجمعيات الناشطة على المستوى السياسي، لأن هذا العمل ممنوع. لذلك كانت دعوات على الإنترنت أو من بعض الشخصيات التي هي حديثة العهد بالتواجد على الساحة السعودية وحديثة العهد بالتنظيم السياسي، لذلك فشلت هذه المظاهرات. وأعتقد أن السبب الرئيسي هو تواجد الأمنية، التقرير الذي حضرته لهذه الحلقة. دكتور سرحان العتابي، منذ يعني أن جاء الملك عبد الله على رأس السلطة في السعودية وهنالك حديث عن إصلاحات، تحقق بعض الانفتاح ولكن الإصلاح الحقيقي لم يتحقق إلى حد الآن باعتراف منظمات التي تعنى بالشأن الإنساني كتقرير رايتس هيومن رايتس ووتش وغيرها، لماذا برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا شك أن منذ وصول خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله إلى السلطة في المملكة العربية السعودية، وكان في الواقع من ضمن البرامج التي يحملها ويطرحها هي عملية الإصلاح، والإصلاح مفهوم عريض طويل كبير جدا. أعتقد أن البرنامج يحتاج إلى وقت وإلى جهود وإلى استراتيجية واضحة، ليس بالأمر الهين. طب هل أنت راضي عن مسير الإصلاح إلى حد الآن وأنت رئيس الجمعية السعودية للعلوم السياسية؟ طبعا الرضا، يعني الرضا قضية نسبية، ولكن ما دام هناك إصلاح فالدولة عمرها تقريبا 100 عام، ومن يتوقع الإصلاح في بين عشية وضحاها قضية في الواقع ليست بالأمر الهين، خاصة ونحن نرى أن محاولات ما يسمى بالإصلاح في الدول المجاورة أدت إلى انهيارات في الأنظمة وانهيارات في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى الأمنية. ولذلك أنا أعتقد أن وإن كنت أعتقد أنه لا بد من هذا الإصلاح، إلا أن الإصلاح هذا إذا سار بالطريقة الممنهجة والطريقة الاستراتيجية أعتقد أنه سيتحقق ولو على المدى المتوسط والطويل. هل تصف ما تحقق إلى حد الآن بإصلاح أم بانفتاح، مجرد انفتاح؟ كلاهما سيؤدي إلى النتيجة نفسها. انفتاح هو وسيلة للإصلاح، والإصلاح كذلك هو وسيلة للانفتاح. ولكن أعتقد أنه متى ما وضعت الاستراتيجية للإصلاح فهنا تبدأ الخطوة الأولى أو الدرجة الأولى من الإصلاح، وإن طال الوقت على هذا الإصلاح. دكتورة مضاوي، وإن طال الوقت على الإصلاح، كيف تقيمين المسيرة الإصلاحية في السعودية إلى حد الآن منذ مجيء الملك عبد الله إلى الحكم؟ عندنا نحن 5 سنوات، وعندنا قبل ما قبل ذلك وعود إصلاحية سياسية. أنا أقصد الذين ينادون اليوم بالإصلاح لا يتوقعون إصلاح شكلي، يتوقعون إصلاح جذري. وهذه المطالب التي عرضت في مطالب معددة في بيانات ظهرت. لذلك أن نقول أن الإصلاح 100 عام وسننتظر 100 عام آخر، لن يأتي هذا الإصلاح. أنا أعتقد أن الدولة نفسها لا يوجد عندها رؤية إصلاحية. كل ما في الأمر أنها تحاول كسب الوقت وتحاول أن تمتص الأزمة السياسية الداخلية بمشاريع توسعية ومغامرات في الخارج، ولكن كما حصلت مثلا مضاوي منذ سنتين في اليمن وما يحصل حاليا في البحرين. لذلك أعتقد أن عندما شعرت الدولة بأن هناك مطالب إصلاحية جذرية، وليس من طائفة الشيعية فقط، وإنما من أهل السنة والجماعة الذي هي اعتمدت عليهم في حكمها، لذلك الدولة اليوم طيب في مأزق. اسمحي لي، يعني تتحدثين عن أن ليس هنالك رؤية إصلاحية، ولكن ما شاهدناه في الفترة الأخيرة في السعودية يذكر، يعني لم نكن نسمع من ينتقد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا يتم الآن، لم نكن نسمع أصوات معارضة في السعودية تتحدث وهذا ممكن الآن، يعني هنالك بعض مظاهر الانفتاح الواضحة. نقد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من المسموح به اليوم في السعودية، حتى نقد هيئة كبار العلماء أصبح أمر عادي، ولكن هناك الخطوط الحمر لا يمكن لأي صحيفة
طبعا هي صحافة غير مستقلة أن تنتقد، ولا يمكن لأي شخص في السعودية أن ينتقد ممارسة الحكم على المستوى العالي، وهو ما طالب به الإصلاحيون اليوم. طالبوا بفصل سلطة الملك عن رئاسة الوزارة، طالبوا ببرلمان منتخب، طالبوا بحكم محلي في المناطق. كلنا قرأنا البيانات الإصلاحية، هذه الأمور هي لا تزال حتى هذه اللحظة من الممنوعات، ولكن أن تنتقد من هو حائطه قصير كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا دكتور شيء سرحان. طبيعي. دكتور سرحان، الدكتورة مضاوي تقول بصريح العبارة بأن الإصلاح السياسي، أليس كذلك دكتورة مضاوي، هو الحجر الأساسي لأي إصلاح يمكن الحديث عنه، ولا نجد أي تحركات على هذا الصعيد؟ أنا أعتقد أن الإصلاح السياسي لا شك أنه خطوة مهمة جدا، وأتفق مع الدكتور مضاوي حول هذا الأمر، ولكن الإصلاح السياسي لا يأتي كما ذكرت بين عشية وضحاها، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى 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 بناء استراتيجية لهذا الإصلاح. يعني أنا أستغرب، وأنا من ضمن من وقع على أوراق للإصلاح، لكن أعتقد أن عملية الإصلاح تحتاج إلى وقت كبير جدا، والى جهد، والى استراتيجيه للوصول الى الاصلاح السياسي الحقيقي. ولكن دكتور سرحان، يعني اريد ان اسالك، الا ترى بانه بعد 5 سنوات او حتى 6 سنوات على وجود الملك عبد الله، يعني كان لابد من وجود مبررات او مؤشرات واضحه على هذا الاصلاح، ولكن لا نجد ذلك؟ انا لا ابرر مثلا انه لا يوجد اصلاح او الاصلاح ضعيف، ولكن 5 سنوات أو 10 سنوات في عمر الدول لا 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 شيء في الواقع، هي فترة قصيرة جدا، هي لا شيء في الواقع بإيجاد إصلاح سياسي في الدول. ونحن نرى مثلا الأوضاع من حولنا الآن، من كان يطالب بإصلاح وإذا أدرك هذه الأوضاع التي أمامنا أو جوارنا في الواقع يدرك أن الإصلاح هو الأفضل، والاستمرارية في مطالب الإصلاح هي كذلك وسيلة مهمة ومطلب أساسي، ولكن طيب. أعتقد أنه إذا تحقق خلال فترة متوسطة أعتقد أنه جيد. طيب دكتور سرحان، هل ترى بأن هنالك بنية مؤسساتية أو قانونية حتى من أجل إجراء هذا الإصلاح؟ أعتقد أن هناك هيئات وهناك لجان وهناك جماعات في المملكة وهناك مؤسسات تعمل على هذا، وإن لم تبرز في الواقع الاستراتيجية على 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 للعلن، ولكن هناك في الواقع إجراءات وعمل لتحقيق هذا الإصلاح. شكرا لك. من الرياض الدكتور سرحان العتيبي رئيس الجمعية السعودية للعلوم السياسية، كما نشكر الدكتورة مضاوي الرشيد أستاذة علم الاجتماع في جامعة لندن.